يعتزم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اللقاء في روسيا وإلى أغسطس المقبل. وأفاد الكرملين أن الجانبين اتفقا على الاجتماع الذي من المرجح أن يعقد خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر المقبل. وذكرت وسائل أعلام تركية رسمية في البداية أن القائدين سيجتمعان خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس دون تحديد مكان الاجتماع نقلا عن مصادر رئاسية. وسيكون هذا أول اجتماع للقائدين وجها لوجه بعد الاعتذار الصادر عن أردوغان أواخر يونيو الماضي حول حادث إسقاط الطائرة المقاتلة الروسية من قبل سلاح الجو التركي والذي وقع في نوفمبر العام الماضي. جدير ذكره أن الحادث الذي وقع على الحدود السورية قد زعزع العلاقة بين الحليفين القديمين. وقالت تركيا يوم الاثنين أنها اعتقلت اثنين من الطيارين الذين لعبا دورا في إسقاط المقاتلة الروسية.